بسم الله الرحمن الرحيم. مع كنز عظيم جدا من كنوز السنة لا يعلمه أكثر الناس، كنز من أعظم كنوز السنة على الإطلاق. يعني الحديث اللي هقوله دلوقتي ده من أعظم حديث السنة النبوية على الإطلاق، زي بالظبط حديث تبكير لصلاة الجمعة اللي بيغسل ويبتكر بيبكر ياخد بكل خطوة قيام سنة والسنة. برضو الحديث ده هنيئا لمن يعمل بهذا الحديث ولمن يطبق هذه السنة، هنيئا له في الدنيا والآخرة، أحد الطرق الأكيدة إن شاء الله إلى الفردوس الأعلى. روى أبو العباس المستغفري رحمه الله في كتابه فضائل القرآن، ورواه الإمام السيوطي بسند حسن في الحافظ في الجامع، ووثقه وثق الحديث ابن الإمام أحمد بن حنبل. قال عليه من حديث الضحاك من كبار علماء التابعين، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أو قرأ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، له الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تطيرون، يخرج تجمع صلواتكم الخمس، فسبحان الله حين تمسون صلاة المغرب والعشاء وحين تصبحون صلاة الغداء الفجر، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا صلاة العصر وحين تطيرون صلاة الظهر، يبقى أنت كده سبحت وحمدت في الخمس صلوات. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. والثلاث آيات الأخيرة من سورة الصفات: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دبر صلاة الغداء، ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، الست آيات دول كان أدرك ما فاته في ليلته، يعني لو فاتك أي سنة ونسيتها تدركها. وكان كالتائب القانت، يعني تغفر ذنوبك وتقطع الضامن من القانتين. دي حاجة تالتة. تالت حاجة قبلت صلاته، تضمن ان شاء الله ان صلاتك اتقبلت. حاجه بعد كده: فان قرأها، انزلك مثلا، فان قرأها دبر كل صلاه يصليها من صلاه فريضه او تطوع كتب له من الحسنات عدد نجوم السماء وقطر الماء وورق الشجر وعدد نبات الارض، يعني من الاف المليارات او ملايين المليارات او مليارات عدد حسنات عدد نجوم السماء وقطر الماء وورق الشجر وعدد نبات الارض، كتب لك حسنات بعدد كل ده. فاذا مات، شوف دي منقبه عظيمه. انا قلت اتكلمت عن الكلام ده عن السنه دي قبل كده، بس الحديث ده من طريق تاني في 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 في, في فضائل مش موجوده في الحديث اللي فات. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ فاذا مات اجري له بكل حسنه 10 حسنات كان بيعملها في الدنيا، في السنه دي بس ولا في حياته كلها؟ نحتسب على الله في حياته كلها. يعني اذا يجرى عليك العمل الى يوم القيامه كل حسنه ب10، يعني تفضل حسناتك شغاله لغايه يوم القيامه. شوف الثواب العظيم. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من بلغه عن الله رغبه يطلب ثوابها اعطاه الله اجرها، وان لم تكن الرغبه على ما بلغه قلته او لم اقل او لم اقله. وده الحديث نفس الكلام اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ثاني وحسنه وصححه كثير من العلماء، حديث جابر بن عبد الله: من بلغه عن الله فضيلة فعمل بها إيمانا ورجاء للثواب أو رجاء ثوابها أو رجاء ثوابها أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك. وده حجة، الحديث ده نص قاطع في جواز العمل، بل استحباب العمل. الحديث ضعيف. الرسول بيقول اللي يبلغه عن الله سبحانه وتعالى فضيلة أو يعمل بها إيمانا واحتسابا ربنا يديله الثواب، حتى لو ما كنتش قلت الحديث ده، قلته او ما قلتوش. ف عشان كده عبد الله بن عباس قال تعليق عن الحديث: فلا والله والذي لا اله الا هو ما سمعت منه حديثا قط اقر لعيني من هذا، بس ما سمعتش حديث اجمل ولا اقر لعيني من هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم. في بقى روايه ثانيه: كان له كاجر المجاهد في سبيل الله، الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، وكان له من الاجر مثل عدد ورق الشجر. إذا انت لو طبقت السنه دي، المشكله وبس ده الضحاك قال ان كل ما تقول فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ثلاث ايات دول ربنا بيكتب لك بيديك ثواب عتق 200 ولد من بني اسماعيل. بمعنى ان انت لو قريت الست ايات دول بعد الخمس صلوات يبقى هتقرا كل هتقراهم ثلاث مرات. خلي بالكم، ده الرسول قال: من قرأها دبر كل صلاه فريضه كنت متطوع 3 مرات. يعني الروايه بتقول 3 مرات، فانت هتقرا الثلاث ايات بتوع سوره الروم والثلاث ايات بتوع سوره الصفات، اخر 3 ايات من سوره الصفات، كل واحد دول 6 ايات، كل هتقراهم 3 مرات دبر كل صلاه فريضه او صلاه تطوع. بيكتب لك بكل واحده بس من الثلاث ايات بتوع سوره الروم 200 عتق 200 ولد من بني اسماعيل.
يبقى في 5 صلوات يبقى 600 في 5 3000 رقبه. ده غير النوافل، ده يبقى هيتكتب لك كل يوم الاف عتق الاف الرقبات، يبقى عدد ما لا يحصى من الحسنات، عتق الاف الرقبات. لو نسيت اي سنه بالليل او بالنهار ربنا يديك اجرها، حتى كانك عملتها بالظبط، ادرك ما فاته، تضمن ان صلاتك تتقبل، قبلت صلاته، تاخد عدد نجوم الشجر والورق ده، وتاخد اجر المجاهدين في سبيل الله، اجر الصوامين القوامين، كانك الصائم القائم. فعايز ايه اكثر من كده؟ ثواب. سنه عظيمه جدا جدا جدا. فيا ريت نقرا الـ3 آيات بتوع سوره الروم، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون. والـ3 آيات بتوع اخر سوره سوره الصفات، سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. طبعا كلمه سلام على المرسلين، ربنا بعث 124,000 نبي، هتاخد ثواب بعددهم كلهم، برضه ده ثواب عظيم. الـ6 آيات دول بيتقروا 3 مرات، دبر كل صلاه فريضه وكل صلاه تطوع، والاهم من ده كله تجرى عليك الحسنات بعد ما تموت لغايه يوم القيامه الحسنه ب10. طب يا بالله عليكم، انسان عاقل ضيع كل الثواب العظيم ده؟ تبقى صوام قوام مجاهد في سبيل الله، تقبل الصلاه، تدرك ما فاتك في يومك، تاخد ما لا يحصى من الحسنات، الاف المليارات من الحسنات، تكون قائد التائب، وتكون وتاخد اجر المجاهدين والصوامين والقامين، ويتكتب لك كل واحده 200 رقبه. اذا سنه عظيمه جدا. انا هكتب لكم الحديث بطرقه في ان سخن هذا الكلام مشروع. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.